بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله الكرز قد يشكل علاجا ناجعا لمرض السكري انتم تعلمون اليوم ان هذا المرض يفتك بالكثيرين كان يفتك بكبار السن اليوم حتى بالشباب وصغار السن يصيبهم مرض السكري دعوني اتامل معكم هذه الدراسه العلميه يتوقع العلماء ان تصبح فاكهه الكرز واحده من وسائل علاج الداء السكري فالماده السكريه وانواع الكعك المصنوعه من تلك الفاكهه تحتوي على مواد كيميائيه يمكن ان تحرض على افراز الانسولين الذي يساعد في السيطره على مستوى السكر في الدم وبالتالي هناك مواد تدعى انتوسيانين تتواجد بصوره طبيعيه في الكرز وهي التي تمنحه ذاك اللون الأحمر اللامع إذا هذه المادة مهمة جدا لعلاج السكري حسب دراسة نشرت في مجلة Journal of Agricultural and Food Chemistry فإن الفواكه التي تحوي على تلك المواد الكيميائية يمكن أن تلعب دورا في خفض نسبة حدوث الأمراض القلبية أيضا وهذا ينطبق على مريض السكري وأكد هذا البحث أيضا باحثون في جامعة ميشيغان الذين عمدوا إلى عزل مجموعة من الأنتوسيانين من فاكهة الكرز واختبارها على خلايا بنكرياسية مفرزة للإنسولين عُزلت من أحد القوارض وكانت النتيجة أن ارتفع مستوى إفراز الأنسولين في تلك الخلايا بمعدل 50% عندما تم تطبيق هذه التجربة عليها. سبحان الله يعني انظروا أيها الأحبة هذه الفاكهة سخرها الله لنا، قال تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والنخل ذات الأكمام سبحان الله يعني انظروا سخر لنا هذه الفاكهة مثل الكرز وغيره لفائدتنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء أرجو أو أأمل أن يستفيد أحبتي من هذه الطريقة الجديدة في العلاج بتناول حبات من هذا الكرز كل يوم أو كل فترة وسيكون فيها الفائده والنفع ان شاء الله حتى يتبين لهم انه الحق